لا حزب لا حركة، نحن مثلنا مثل هالعالم وغصبا عنه ما نفتح الطرقات، واللي بيجيب سيرة السيد وسيرة الأستاذ نبيه أخته بدها تنتهي. لا إذا بتريد أخته بدها تنتهي. بس هناك اعتداء على المتظاهرين على المواطنين، يجري الاعتداء بشكل واضح، هناك تضارب بين المعتصمين وبين الذين نزلوا وخربوا هذه الساحة. أيضا قرب العزلية تشاهدون الآن عبر الدراجات النارية يغادرون. لقد تم الاعتداء على هذه الفتاة بالعصي، تم الاعتداء عليها يجري الاعتداء على الفتيات وعلى النساء هنا في ساحة الشهداء. الصورة واضحة يعني حليمة، كيف كان لحقها بالعصاية؟ جرى رمي إحدى الفتيات على الأرض، أيضا جرى الاعتداء على إحدى الفتيات الأخريات برميها على الأرض. يقومون بالاعتداء على النساء وعلى البنات. هذا هو الذي يحمل العصا الآن نشاهده، هو من اعتدى على الفتيات. نعم نعم، الصورة واضحة حليمة، يعني رجعوا إلى ساحة الشهداء أيضا على الدراجات النارية، وجوه واضحة أصيب الأيدي و لا يزال مشهد التخريب والتحطيم والاعتداء واضح. عم يصير اعتداء عليكم كنساء، عم بيعتدوا عليكم، عم بيعتدوا علينا، عم متظاهرين كلهم سوا. المناصري الاحزاب كبير اللافت، يعني بهذه يعني ان كان الاول الجهة التوقيت شادي، هذا المشهد ما شفناه خلال 13 يوم من التظاهرات، ما شفنا هذا المشهد. اليوم مع الكلام عن اعلان الرئيس الحريري إمكانية الاستقالة أو التوجه نحو الاستقالة، بلشنا نشوف هذا المشهد. يعني طبعا تطرح علامات استفهام حول التوقيت، هذه إن كان أولا لجهة التوقيت اقتربوا كثيرا من الخيام، يعني يعملون على جاهدين على تكسير الخيام. عدد عناصر مكافحة الشغب قليل جدا. نعم، يتمكنون من التسلل إلى الساحة. طبعا الصورة واضحة، هم مجهزون، أضرموا النار بالخيام، أضربوا النار بالخيام ويكسرونها، عددهم هائل جدا. ليال خليني بس، إذا مشاهدينا عم نشوف هيدي الصور مباشرة من رياض الصلح، أعداد هائلة إذا من الشبان يلي حاملين العصي اقتحموا بعد ساحة الشهداء ساحة رياض الصلح، يقومون بحرق الخيم برشق الحجارة وأيضا عبوات المياه. وقوموا أعتقد أن هناك مشكلة في الصوت. نعم، لكن سأتابع معكم هذه المشاهد. طبعا تمكنوا من نجحوا يعني في الدخول من ساحة رياض الصلح، عدد كبير من المعتصمين يكسرون الخيم. الخيام هنا باتت محطمة بشكل كامل، ما في خيمة على حالة في هذا المرآب، مرآب النيران. حليمة النيران من وين عم تطلع؟ هيدا اشتعال شو؟ صحيح، هي تندلع من الخيم، تم إشعال الخيم هنا في هذه الساحة، هذه الخيم التي كانت موضوعة بشكل أساسي لتحضير الطعام، للإسعافات الأولية، لبعض الجمعيات، لبعض الناشطين هنا في هذه الانتفاضة. جرى إشعال الخيام، يتوجه المعتدون في هذه الأثناء إلى تحت جسر الرينج. لم يكتفوا بموضوع تكسير الخيام التي نصبت في ساحة الشهداء، إنما بإفراغها وإشعالها، إفراغها من محتوياتها برمي كل ما هو موجود فيها وإحراقه كما نشاهد الآن. القوى الأمنية خلف المعتدين مباشرة،
لا نفهم ماذا يجري، يعني صراحة لا نفهم لماذا لم تتحرك القوى الأمنية ومكافحة الشغب لمنع هذا الشغب الحاصل هنا في ساحة الشهداء وهذا الاعتداء على المواطنين. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك.